طبعا زي ما قلنا هذا المسجد، اسمع كلام هذا نفر كل قدام هذا مسجد الميقات، قدامه ضم فيه اشياء، ايش يعني اشياء اقول يعني دكاكين او محلات او حوانيت لبيع ايش اسمه المستلزمات حقت الحجاج، يعني احرام مش عارف زي كذا الاحزمه، المهم الى اخره شماسي. فاللي مثلا نسي هيشتري حاجه اكيد هيلاقيها هنا متوفره 100%. هذا المسجد طبعا، حتى في المسجد هذا طبعا نلاحظ انه مسجد ذو الحليفه ذا الميقات بيار علي اكبر، يعني واكبر من اللي شفناه في طريق الهدى. طبعا هذا يشيل 5000 مصلي، ارتفاع المئذنة حقته 62 متر. هذا يعتبر ابعد المواقيت عن مكة المكرمة، هذا يعتبر ابعد، يعني لسه دحين احنا قدامنا 400 كيلو على فكرة عشان نوصل لمكة، فهذا يعتبر ابعد المواقيت الى مكة. فنفس الشيء في الحمامات اللي هي للترويش يعني للاستحمام وزي كذا والى اخره. نلاحظ تواليتات، وهنا زي ما قلنا الاستحمام. طبعا مناطق الاستحمام مو زي اللي في هذه خاصة بيها، شو يعني للاستحمام فقط. بالنسبة للحمامات ما شاء الله كبيرة، يعني أنا بس صورت جزء منها، لكن هي ما شاء الله كبيرة كبيرة جدا، يعني من أكبر المواقيت هذه، لأنه عليها ضغط طبعا في موسم ال شبه كده مكشرة. في لما تيجي يبدا موسم العمره والحج بيكون ضغط كبير هذا، فكبروا المساحات على اساس يستوعب الاعداد الكبيره جدا. فاماكن الترويش والاستحمامات وهذه كلها كبيره، بس انا صورت جزء منها. النظافه جيده صراحه، يعني في اهتمام بالنظافه، العمال ما شاء الله شغالين كويس. بشكل عام ما شاء الله النظافه ممتازه يعني. هذه هي تستهوي الواحد انه يشرب منها، ماني عارف كنت اخبرها. نسينا اقول بسم الله. بسم الله. يسموه مسجد الميقات لانه ميقات، يسموه مسجد ذو الحليفة نسبة الى نبتة، يسموه مسجد الشجرة لانه الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يبغى يعني ينوي الحج يأتي تحت شجرة يقال أنها كانت هنا يهلل منها، يهلل يعني لبيك، يقول لبيك اللهم لبيك. ويسموه أيضا أبيار علي، طبعا قصة ليست لها أي أساس من الصحة، بلاش أذكرها أحسن إن شاء الله، لأنه الناس تنسب إلى علي بن دينار، وهذه بعض المؤرخين نفوها. نكمل. سلطان اللي هو سلطان دارفور اسمه علي بن دينار، انه جاء هنا وكانت وضع المسجد يعني والميقات يحتاج الى تحسين فحسنه فسم لا. فلكن المؤرخين كلهم طبعا يعني يثبتوا ان ذكر اسم الميقات باسم ابيار علي الدبابه بتيجي على العدسه، سمي يعني مذكور في الكتب التاريخية من قبل علي بن دينار بمئات السنين، مذكور هذا الاسم. لكن الاسم ليش سمي بأبيار علي ليس يعني هناك معلومة مؤكدة بهذا الشيء. بعض الكتب ذكرت يعني والمؤرخين انه ذو الحليفة هذا، مسجد ذو الحليفة الميقات هذا، هو نفسه مسجد المعرس او المعرس، ما بعرف يعني حاجه زي كذا المعرس. لكن المؤرخين يقولوا لا، في فرق بين مسجد ذو الحليفه والميقات ومسجد المعرس، لانه في فرق بينهم 100 متر، لانه هذه مسجدين يعني.
ان شاء الله اذا تسهلت اوريكم هو نحن خارجين من هنا. هنا قال صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الواد: اتاني الليله آت من ربي فقال صلي في هذا الواد المبارك وقل عمره في حجه. الوادي اللي هو قريب هنا اسمه وادي العقيق وهو وادي مبارك. لا يجوز لمن اراد حجا او عمره يتجاوز هذا الميقات الا وهو محرم. طبعا هنا انواع الاحرام بالنسبه للحجاج اللي هو متمتع او قارن او مفرد. النية هنا يذكر ان النية محلها القلب وليس ولا يتلفظ بها. بعد النية يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلى الرجال. هذا مدخل المسجد. بسم الله. هذا اللي قاعد نفاصل عليه نقول له لا بلاش اعطينا، هو بلاش مو راضي. هذا السقف، هذا الحجم المسجد. هذه حديقة للمسجد هنا جميلة صراحة، معمولة بطريقة يعني يكون في النص كده سباحة. هذا المحراب، شوف سبحان الله موضحينها هنا. هو ميقات أهل المدينة سمي ذو الحليفة لأنه اسمه منزل، مكان منزل كان صلى الله عليه وسلم يحب النزول فيه تحت الشجرة التي كانت فيما مضى في موقع المسجد. يطلق عليه العام مسجد الإحرام لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اعتمر أو حج نزل بذي الحليفة الحليفة عند الشجرة، أو حين يعود من غزوة وكان أو يعني إذا بده يعتمر أو يعود من غزوة كان ينزل تحت الشجرة، وكان طريقه منها أناخ عندها حتى الصباح. يعني لو كان من الحج أو غزوة أو عايد من غزوة وطريقه من جانب هذه الشجرة كان أناخ وارتاح. أناخ يعني إيش؟ يعني خلى نزل من الجمل وخلى الجمل يعني أناخ الجمل، أوكي؟ يعني جلس، أجلس الجمل بمعنى إنه جلس يعني بشكل عامية يعني استعارة. هذه الباصات الثابتة اللي نسميها النقل الجماعي، هذه العادية اللي ما هي في اي بي. يعني شوفوا هذه العادية، شوفوا انتوا المنسق حقكم ولا اللجنة المنسقة. طبعا محلات الباعة ما شاء الله تبارك الله. بعد فترة طويلة انت قبل ما يجيبه سكر ما في. سكر ما في؟ ايه. انت سكر لازم فلوس؟ سكر؟ ها؟ سكر؟ فلوس لازم ولا ما في لازم؟ شوف انت مرضي بس. هات هذا عصير، اخذ نفسه. ايوه نفر واحد. يعني هو ال 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 المسح والواحد معتمر ما في اشياء. ايوه وهو تتشا صاري خلاص. هات باقي كم دحين؟ باقي ريالات ما في. كم دحين باقي؟ ريال. واحد ريال؟ ما في ريال. طيب جيب مويه. هذه ساحة أخرى للمسجد. هذا شوفوا باص يعني تابع لشركات خاصة، برضو من النوع الجيد. شوفوا بالله ما أقول لكم الشاحنات عندنا تجيب الاكتئاب. هذا المسجد من طرف آخر.
الحين بنشتري نعناع. هذه ب 15؟ اصورك معلش ابغى اشتريها انا. صورنا هذا ما في مشكله. هذا النعناع ب 15. هي حط لي هو في كيس. ما عندك كيس؟ كيسي. هي حطه في كيس. الحين عند محطة البنزين. صدق والله حق الشاهي ما صورته. قلت الحين يقولوا سلمان زودها. قلت له بلاش. يقول لي خلاص روح وما ادري. ها 38 لازم فلوس واضي امش. شكرا حبيبي. خذ حبيبي. سوي عمرة انت الحمد لله؟ اي ما شاء الله كثير الحمد لله. 6 سنوات اي سنة؟ 28 38 38 شكرا حبيبي. يلا سلام عليكم. البنزين 38. سبحان الله اهل المدينة طيبين سبحان الله. يعني شوف تمزح معاهم وكذا. سبحان الله اهل المدينة احس فيهم الطيبة من ضمن مظاهر الطيبة. يعني في الحرم نكون في الحرم هذا يمين يسار يمين يسار. لما نكون في الحرم والصفوف يعني قامت وكذا نصطف يعني للصلاة تلاقي الناس يعني واقفين المصلين واقفين جنب بعض يعني بحيث انه الكتف في الكتف وكذا. فتلاقي يجي واحد يدخن نفسه يعني تكون المسافة بسيطة اللي بينك وبيني واللي بين اللي جنبي يعني تكون المسافة صغيرة يعني لكن هو يدخن نفسه فتلاقي ما يزعلوا يعني يحاولوا انهم يعطوا له مجال. في حكمة تقول لك الضيق السعة في القلوب. السعة في القلوب سبحان الله يعني دوهم مجال عندنا في مكة. إذا آتيتمهن أجورهن محسنين غير مسافحين. شو منظر الجبال سبحان الله. غير مسافحين ولا متخذين. نبدأ ندخل في سلسلة الجبال هذه. أولى نسكن النساء أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فبعث الله غرابا اللي واقع على الطريق بين مكة والمدينة اسمها اليتيمة. فأولئك أن أكثركم فاسقون. هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند
افتكرته وانا ماشي كده في الطريق يعني بالسيارة، مش ماشي يعني رجولي ماشي بالسيارة. المعتمر، في كثير من المعتمرين، شوف الشفق كيف غروب الشمس، أمين. كثير من المعتمرين ما يركزوا أو ما ينتبهوا لنقطة معينة، ألا وهي ساهر، أنا سكت عشان ساهر كبرات السرعة، ألا وهي الصابون. طبعا المعتمر المحرم، سواء المعتمر أو حاج المحرم، يجوز انه يلمس الطيب، يعني ما يطيب، يعني ما يتعطر، ما يتعطر بالعطور بارفيوم يعني. ففي نقطة ما ينتبهوا لها كثير من المحرمين، اللي هي الصابون، الصابون المعطر. يعني طبعا حتى لو في يعني علماء يعني ما قالوا انه يعني هذا، يعني مش قالوا يجوز، بس قالوا يعني الأحوط إنه ما يغتسل بصابون معطر. لكن تخيل واحد زي كده من المدينة، من المدينة إلى مكة، طبعا صلى، بس اليد ودخلت، أكرمكم الله، التواليت دخل يد، دخل التواليت غسل يده، أكل أكيد يعني هيتغدى ويتعشى في الوقت هذا ويتعشى لوحده. فكم مرة حيمسك الطيب؟ ممكن يوصل مكة يبات، ثاني يوم يعتمر. أنا زي كده نفس الشيء، بخطط إني أنام وبعدين تاني بكرة أكمل الطواف والسعي إن شاء الله يعني. فكم مرة يمسك الطيب اللي هو الصابون المعطر هذا؟ فهذه نقطة مهمة. كان في صابون نزل الأسواق سبحان الله بدون عطر، بدون رائحة يعني، لكن سبحان الله صار قليل مش منتشر يعني. هذه ايضا من ضمن يعني المآخذ على المجتمع المسلم، يعني في امور اساسيه ما يهتم فيها. عدم لمس الطيب بالنسبه للمحرم هذا شيء اساسي. انت محرم، في اشياء كثيره حرمت على نفسك لما دخلت على النسك هذا اللي هو الاحرام، من ضمنها الطيب. ف كثير من المسلمين يتساهلوا، الدين يسر، هذا ما لو سبحان الله الصابون هذا لقى إقبال. طبعا الصابون لا أعرف شركته ولا صاحبه ولا شيء، ما كان كده دحين صار نادر في الأسواق، لأنه الناس ما بيهتموا، بيغسلوا بأي صابون وخلاص. يعني حتى يقول لك مسوا الطيب، سبحان الله مسوا الطيب، يعني لمسوا، لأن هم زمان كانوا يلمسوا الطيب، فالصابون كانوا نفس الشيء، لمس الطيب. فحبيت بس أنوه على هذه النقطة، أراها مهمة يعني بصراحة. إيش بكم مكشرين كذا؟ الفكرة أنا لما أسافر ما أحب أطالع في اللوحات اللي تحدد الكيلومترات، إذا فجأة أوه وصلنا يعني أحب أتفاجئ. هذه استراحة في الطريق الآخر اللي هو الطالع على المدينة. ما لقطنا كذا، ممكن من هنا هي. هذه برضو محطة بترومين، أيضا محطة بترومين اللي يعني شركات ماسك الطرق السريعة تعمل فيها محطات. نظرة عامة على المحطة، you
هذه شركة أخرى برضو اللي تنشئ محطات في الطرق السريعة. طبعا هذا البيك مو هي الشركة، البيك هذا مطعم قد تكلمنا عنه قبل كده، هذا اسمها ساسكو. هذه الشركة قديمة، الشركة اللي قبل شوي شفناها جديدة. هذه المحطات ساسكو، نلقي نظرة بس كده على المحطة. طريق من هنا طلع في طريق، ايوه، لانه ذاك طريق الشاحنات اللي دخلت فيها انا. دورات المياه، هذا صابون طبعا اللي موجود، هذه ملاهي بسيطة كده للأطفال يعني شغلها. هذا مثال على سلات الزبالة موجودة في كل مكان، محطة تعتبر نظافة جيدة يعني بشكل عام جيد يعني. أنا طبعا في المحطة، هذه تقريبا سوبر ماركت صغير اسمه النخلة، المحطة اللي هي ساسكو، وقبل كده دخلت على بترومين. بترومين دخلت كان لسه المغرب ما أذن، فطبعا هو كان تأخير المغرب إلى بداية العشاء عشان اللي بده يجمع ويقصر يعني. فمشيت جيت على ساسكو، ساسكو بعيدة تقريبا 150 كيلو من المدينة وانت طالع. في هذه شركة ساسكو، في شركة بترومين، وفي محطات لأفراد خاصة. طيب المحطة صراحة نظيفة ومهتمين فيها يعني الشركة، وأكرمكم الله التواليتات العامل النظافة بيشتغل نظيف، لكن واضح انه تحتاج تجديد نوعا ما يعني، او صيانة نوعا ما يعني. هي مش سيئة، مش سيئة، لكن يعني نطمح الى الاكثر صراحة. كنت انا زمان امشي يعني اسافر كثير بالسيارة، كانت التواليتات سيئة يعني. بالنسبة للمحطات الخاصة حقت اشخاص يعني، ما بعرف ما دخلتها، الله أعلم كيف وضعها، لكن هذه المحطة ما شاء الله مهتمين فيها يعني، عمال النظافة اللي هم خاصين بالمحطة بينظفوا بشكل جيد يعني. لكن نحن دائما نطمح أو نطمع في المزيد. سبحان الله، المحطة هذه بعيدة عن المدينة المنورة 150 كيلو، عامل النظافة دوبي بقول له كيف حالك، يقول لي كويس. أقول له كويس كثير ولا قليل؟ يقول لي كويس كثير الحمد لله. والله سبحان الله يعني، شوف عايش 150 كيلو بعيد عن المدينة في محطة ينظف وقنوع. الله يرزقنا وإياكم القناعة. شو بكم مكشرين انتم؟ ابتسموا يا أخي. يلا نكمل. بسم الله. اشتريت فواكه مجففة وتأكلها وأنا ماشي في الطريق، لأنه ما عندي نفس أكل والله. هذه محطة أخرى، هذه على سبيل المثال تكون حقة شخص يعني، محطة الخليج. من الذين هادوا سماعون
نشوف أمامنا قلعة عسفان. بسم الله. هذه قلعة عسفان، قلعة عثمانية. عارف كده. قلعة عثمانية أنشئت طبعا مما يعني يظهر أنها أنشئت بسبب لحماية القوافل الحجاج في الطرق، لأنه هنا طريق الهجرة، هذا طريق مكة المدينة، ومن هنا في طريق إلى جدة هذا اليمين. فواضح أنه أنشئت هنا لأجل حماية الحجاج. القلعة طبعا هي ايش فكرة القلعة انها تنشأ هنا؟ طبعا مثلا الدولة العثمانية ترسل 20 ولا 30 ولا 40 شخص يقول لك انت روح احموا الحجاج في المنطقة الفلانية، وعليكم تأمين الطريق الفلاني. يجوا هنا ايش يسووا؟ يجلسوا في خيمة مثلا؟ طيب ما قطاعين الطرق والعصابات يهاجموهم. فمنطقيا يبدأوا يبنوا لهم شيء، حاجة كده يعني ايش؟ تحميهم من ال اللي هم اللصوص وقطاعين الطرق وإلى آخره. فطبعا مش ممكن انهم يبنوا بيت عادي، لانه البيت العادي ممكن يتهدم في اي وقت. فبنوا، فتطلع من هنا القلاع، فتكون هذه هنا مثلا في دوريات، وزي عفوا يعني دوريات تراقب من فوق الطريق، واذا احتاجوا بيخرجوا الفرقة العسكرية المكلفة بحماية المنطقة لإجراء اللازم. القلعة هذه أنا شفتها قبل تقريبا 25 عام، كانت مهدمة جزء كبير منها، لأنه الطريق شايفين هذه السيارة اللي رايحة، ليش ما هي باينة السيارة؟ أنا شايفها هي. أيوة السيارة هذه اللي رايحة من هنا والسيارات اللي رايحة من هنا، هذه الطريق من هنا فكسر، فهم بيكسروا الجبال أخذوا جزء من القلعة. والبناء القديم بيكون الحجارة يعني داخلة في بعضها فهدمت، لكن ولله الحمد بلدية عسفان واضح انه انا تفاجأت انهم يعني ما شاء الله تبارك الله اهتموا فيها، وواضح انهم اعادوا يعني ترميمها، وهذا ما شاء الله تبارك الله. اللي يمتاز القلعة هذه او الشيء الغريب فيها انه الحجارة اللي بنيت بها ليست من حجارة نفس الجبل اللي هي عليه، لا جايبين الحجارة من مسافة يعني ما هي بعيدة، بس انما من نوع حجارة اخر على أساس تم انتقاء الأحجار القوية والجيدة يعني في البناء. ما أدري لو خرجنا، أنا إن شاء الله هذه يبغى لي أجي كده هنا وأطلع وأكتشف، تعرفون الزوايا الحرجة حقتي. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كله بأطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. الحمد لله تقريبا خلاص يعني يعني باقي شوية تقريبا 5 دقائق أو 10 دقائق وصل مكة. هذه قرية اسمها الجموم، تعتبر قريبة من مكة، متاخمة من مكة. الله يسلمكم. السلام عليكم. انا لسه واصل البيت تقريبا الساعة 9 ولا 9:30 مساء، بس مقرر اني انام وبكرة ان شاء الله نعمل العمرة. تصبحوا على خير.